أعزائي مشاهدي قناة عشتار الفضائية، مرحبا بكم. سنأخذكم في هذه الحلقة من حلقات عشتار في الأراضي المقدسة إلى كفر ناحوم، القرية التي عاش فيها السيد المسيح له المجد، وفيها المجمع المقدس الذي كان يعلم فيه. هذه القرية عشنا فيها يوما كاملا، تعالوا معنا. لم يتبقى من قرية كفر ناحوم سوى بعض الأطلال والحجارة وبقايا الأعمدة وبعض الأدوات المنزلية كمعصرة الزيت. القرية كانت مركزا هاما لأنها تضم المجمع المقدس الذي كان السيد المسيح يعلم فيه ويناقش الكتبة والفريسيين. المجمع المقدس مؤلف من مبنيين، ويعطي انطباعا بالعظمة والضخامة التي تفوق احتياجات قرية يعيش فيها الفلاحين والصيادين. يقول الإنجيل المقدس: ودخلوا كفر ناحوم، وما أن أتى السبت حتى دخل المجمع وأخذ يعلم، فأعجبوا بتعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان لا مثل الكتبة. في جانب آخر من القرية بقايا كنيسة بيزنطية وبيت القديس بطرس، وتعود الكنيسة البيزنطية إلى القرن الخامس، وقد أشار التقليد إلى أن كنيسة قد بنيت فوق موضع بيت سمعان بطرس. وفي 29 من حزيران 1990 انتهت أعمال بناء الكنيسة الفرنسيسكانية الحالية، وهي مبنية على شكل قارب صيد، وتحتفظ تحتها بأطلال بيت القديس بطرس الذي ينتصب تمثاله الكبير في مكان آخر من القرية. قناة عشتار الفضائية في الأراضي المقدسة.
أعزائي مشاهدي قناة عشتار الفضائية، أقف الآن داخل المجمع المقدس. هذا المجمع المقدس كان السيد المسيح له المجد يعلم فيه. Let us
قناة عشتار الفضائية في الأراضي المقدسة. أعزائي مشاهدي قناة عشتار الفضائية، أنا الآن داخل كنيسة قانا الجليل. هنا في هذا المكان حصلت أول أعجوبة قام بها السيد المسيح له المجد بعمل الخمر في هذه المدينة، في هذه القرية قانا الجليل، في عرس قانا الجليل. ابقوا معي. وكانت أم يسوع هناك، فدعي يسوع وتلاميذه إلى العرس ونفثت الخمر، فقالت له أمه: ما بقي عندهم خمر. فأجابها: ما لي ولك يا امرأة، ما جاءت ساعتي بعد. فقالت مريم للخدم: اعملوا ما يأمركم به. وكان هناك 6 أجران من حجر يتطهر اليهود بمائها على عاداتهم، يسع كل واحد منها مقدار مكيالين أو 3. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران بالماء. فملؤوها حتى فاضت. فقال لهم: اسقوا الآن وناولوا رئيس الوليمة. فناولوه، فلما ذاق الماء الذي صار خمرا وكان لا يعرف من أين جاءت الخمر، لكن الخدم الذين استقوا كانوا يعرفون. دعا العريس وقال له: جميع الناس يقدمون الخمر الجيدة أولا، حتى إذا سكر الضيوف قدموا الخمر الرديئة، أما أنت فأخرت الخمر الجديدة إلى الآن. هذه أول آيات يسوع صنعها في قانا الجليل. مدينة قانا الحالية هي مدينة قانا الجليل الإنجيلية، ويؤكد هذه الحقيقة التقليد ونتائج أبحاث الباحثين. يروي الإنجيل أن هذا الموقع الذي لم يذكر في العهد القديم قد شهد معجزتين للسيد المسيح، هما تحويل الماء إلى خمر وشفاء ابن قائد المئة. وقانا اسم عبري معناه مكان القصب، وكل ما نعرفه من الإنجيل عن موقعها هو أنها في الجليل بمكان عالي بالنسبة إلى كفر ناحوم. لا خمرينا لا هو مرت كل مودينا لا في شوم شيخا شبحينا لا تمنع مال الطرين
تقع كنيسة التابغة على يمين كفر ناحوم، وشهد هذا المكان أهم الأحداث الإنجيلية، وأهمها معجزة تكثير الخبز. هنا تم تكثير الخبز. أعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم في قرية كفر ناحوم، قرية السيد المسيح، وفي كنيسة قانا الجليل، وكنيسة تكثير السمك والتابغة. نلتقيكم في حلقة أخرى من عشتار في الأراضي المقدسة.